الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تحدثنا في اللقاءات الفائتة عن كيفية المعاملة مع الأولاد حين يتركون الصلاة، سواء كان ذلك في مرحلة الطفولة المبكرة أو المتوسطة أو المتأخرة أو في مرحلة المراهقة. بعض الآباء يقول أنا مهما حدث من تواصل معي ومع أولادي، الأولاد لا يستمعون إلى الكلام، سمعوش كلامي ولا بينفذوا اللي أنا بقوله ولا عاوزين يطيعوا ربنا، ماذا أفعل مع الأولاد؟ فيلجأ كثير من الآباء إلى العقوبة التي تصادم الشرع. العقوبة من الشرع نعم، ولكن كيف هي؟ إزاي؟ يعني أضرب الولد أكسر له دراعه؟ ولا أضرب الولد أكسر أديله بنية أكسر أسنانه؟ ولا أديله هوك ولا أفر ولا شلوب برجلي؟ ده ينفع أبو عمر؟ ما ينفعش الكلام ده. ينبغي أن تكون العقوبة، وهي في الإسلام العقوبة دائما هادفة وموجهة. ليس المقصود يا إخواني من العقوبة الانتقام من الولد، ليس المقصود من العقوبة الحق الضرر بالإنسان المخطئ، ليس المقصود من العقوبة إقامة الحد عليه، الأمر ليس كذلك. كما أنها أيضا ليست هي الوسيلة الوحيدة في تقويم اعوجاج الأبناء، لا، ده عندنا من الوسائل ما لا حصر له، موجود في القرآن وموجود في السنة. فالعقوبة يا إخواني للأولاد أو للأبناء هي وسيلة واحدة، وسيلة واحدة من وسائل التربية الإسلامية المتعددة. وطبعا كما يقولون هي تستهدف خير الأبناء وصلاح الأبناء، وبرضو ينبغي مع العقوبة أن تكون العقوبة مشفوعة بالرحمة والشفقة ومنضبطة بضوابط الشرع. بعض الأباء قد يضرب في المكان الواحد 10 ضربات، سبب ورم للولد ولا كسر دراعه ولا الولد يتخيط روح المستشفى، تلك مصيبة والله يا إخواني. عشان كده بنقول أنا هطبق العقوبة على الأولاد، ينبغي أن تكون منضبطة بضوابط الشرع، لا تنفصل عن الشرع أبدا. وفي حال تطبيق العقوبة على الولد لابد أن تأخذ شكل التدرج من الأدنى للأعلى، ونبدأ بالعقوبة الأخف وبعد ذلك الأشد فالأشد. من هذه العقوبات النصح والإرشاد والتنبيه، هذا الأسلوب مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي مرة قاعد على الطعام فوجد غلاما تطيش يده في الطعام، ايده قاعدة تجيب في الصحفة شمال وتجيب يمين وتجيب شرق وتجيب غرب، ايده تطيش في الصحفة أو في الطعام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله، ده النصح والتنبيه والإرشاد، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. مش أول ما الولد حط ايده في الأكل، الله يخرب بيت القرف اللي احنا فيه، يا ابني ايه الطريقة الزبالة في الأكل دي، يا ابني ما تسدوش نفسنا برا وجوه، ايه يا عم اللي حصل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الأولاد بنوع من الرفق واللين والرحمة والنصح والإرشاد. ومن العقوبات الإعراض، الإنسان قد يعرض عن بعض أولاده، ما يتكلمش معاه شوية. وجاء ذلك في صحيح الجامع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذبة، ولد من الأولاد كذب كذبة، لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة. الله الله، حتى يحدث توبة؟ آه، ولد عمل ذنب، علم الولد أن يصلي ركعتي توبة بين يدي الله عز وجل. ده الإعراض عن الولد، لأن الأسلوب ده قد يرد بعض الأولاد عن الخطأ ويرجع إلى الصواب. من العقوبات الزجر، ومثال الزجر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مع الحسن ابن علي، لما قال له كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ كان جايب تمرة من تمرات الصدقة يأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زاجرا له كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. ومن العقوبات الهجر، الإنسان قد يهجر ولده لمدة 3 أيام، إن علمت بأن الهجر سيأتي بنتيجة مع الولد، وده ممكن يكون مع واحد من أصدقائك، واحد من إخوانك، ينفع حتى مع زوجتك، حتى مع شقيقك. احنا بنقول الهجر يا إخواني هذه عقوبة من العقوبات، إذا احتاج إليها المربي نعملها. زي إيه؟ أن يترك الولد الصلاة، أو تصدر من الأولاد بعض الكلمات المخلة بالآداب، خاصة لو دخل في سن المراهقة،
وبدأ يقول كلام قبيح يسمعه من الشباب. وأكثر الهجر 3 أيام. لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فهو ابتداء أخوك المسلم حتى لو كان ابنك ابتداء. فنستخدم أسلوب الهجر مع الأولاد ولا نزيد عن 3 أيام إن كان ذلك لا يرضع الولد أو لا يرده عن خطئه إلى الصواب. ومن العقوبات التوبيخ. التوبيخ عبارة عن شدة في القول، وده بيفعله المربي لمن لا يقبل النصح. تكلم مع أولادك، تنصح أولادك وأنا مش عاوز يسمع الكلام، فتوبخ الولد وتتكلم معه كلام بنوع من الشدة والغلظة من غير سب ولا لعن ولا شتم، وذلك من أجل مصلحة الولد. ومن العقوبات تعليق الصوت حيث يراه أهل البيت: عصاية، خرطوم، جزمة قديمة، فوطة وتعملها على هيئة عصابة تلفها يعني، المهم أي وسيلة من الوسائل تدخل تحت كلمة الصوت. مش معناه أجيب إيد فاس وأضرب بيها الواد، ولا أجيب ننشاكه وألعب ملاكمة ولا كروفو مع الواد في البيت. يا عم الله يرضى عنك، لا، ينبغي تعليق الصوت. فبنقول ده يستحب للمربي سواء كان المربي ده مدرس أو كان المربي ده والد في البيت. لما يشوفوا الأولاد ينزجروا: يا بني، يا بني، استقم على أمر الله عز وجل، استقم على أمر الله، وإلا هذا هو الصوت، هذه هي العصا. الولد سينتبه وينزجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. أول ما الولد يجي يعمل حاجة الأم تقول له: والله يا يوسف، أول ما أبوك يدخل من البيت أنت عارف الولد يعمل إيه؟ يوم عامل كده باصص فوق، لأن عارف إيه؟ الصوت. زجر، الهجر، نصح الولد، إرشاد الولد مش نافع، ندخل في العقوبة تعليق الصوت. ما بقولش الضرب لسه، بقول تعليق الصوت. هذه العقوبات يا إخواني تختلف اختلافا شاسعا بين الأولاد. في من الأولاد من إذا حدقت إليه بصرك برأت بس كده انتباه، في ايه يا ابي؟ ما فيش حاجة، انا ما فيش حاجة، انا لطيف وكويس وكل حاجة. ومن الاولاد من اذا وضعت يدك على الحائط حتى لو مسكتش العصا ينزجر. ومن الاولاد من تعرض عنه فينتبه. ومنهم من لا يصلحه الا الضرب. بس الضرب ازاي؟ هك ينفع؟ ما ينفعش. امال المعاملة ازاي؟ ينبغي أن يكون هناك حتى في مسألة الضرب، ينبغي أن يكون الضرب مشفوقا بالرحمة والشفقة. هو أنت بتضرب ضرب انتقام ولا ضرب تأديب؟ هيقول لي ضرب تأديب، لا، أكثر من يضربون يضربون ضرب انتقام. الدليل على كده ينتظر حتى يصدر الموقف من الولد ويمسك الولد يكسر عظمه، يضربه البوكس ويضربه بالشلوت وبالعصا وبالقلم. أنت بتلعب مصارعة حرة ولا بتعمل إيه؟ ينبغي لك أن تهدأ. نقول في مسألة الضرب في مؤيدين ومعارضين. بعض يقول لك الأب له أي سلطة مع الولد، يفعل ما يشاء صغير كبير، ده كلام فاشل قولا واحدا. والبعض يقول ما ينفعش ضرب الأولاد، ولذلك كل الأولاد مدرسة المشاغبين انقلبت على المدرسين، كل الأولاد فعلوا ما أرادوا. فلذلك ينبغي أن نعرف أن منهج الإسلام منهج وسطي، وإن كان سمح بالضرب في أضيق الحدود وله ضوابط شرعية، وده اللي احنا عاوزين نقوله. فإذا كان الإسلام أعطى الحق، حق استخدام عقوبة الضرب عندما تستنفذ كل الوسائل، فلا بد أن يكون الضرب مشفوعا بالرحمة والشفقة والرفق مع الولد، وأن يكون الضرب ضرب تأديب لا ضرب انتقام. للمربي أن يضرب ضربا خفيفا. إمتى؟ إذا لم تنفع جميع الوسائل الأخرى اللي احنا بدأنا بيها، نصح والإرشاد والتنبيه والتذكير. ما كانش نافي معاه الوعظ والهجر، ما كانش نافي معاه ننتقل إلى تعليق الصوت كما ذكرنا هذه الخطوات أو هذه العقوبات. آخر حاجة وصلنا لها الضرب. عايزين نقول إن في بعض القواعد.
ألا يضرب أبدا إلا إذا استنفذنا جميع الوسائل السابقة. اثنين، لا يضرب الولد قبل سن العاشرة. كمان مرة، لا يضرب الولد قبل سن العاشرة. طب كمان مرة، لا يضرب الولد قبل سن العاشرة. إيه الجرم اللي ابنك عمله يا أبو آدم عشان تضرب الولد بالشلوت؟ إيه الجرم اللي ابنك عمله قبل سن العاشرة حتى يضرب بالجزمة وبالقلم وبالبوكس ويكسر عليه الشماعة والحزام؟ إيه اللي عمله ابنك؟ ما بيحفظش القرآن، إن شاء الله عنه ما حفظ. أمرك عجيب يا أخي، هتكره ابنك في القرآن. أنا أذكر وأنا طفل صغير، والله كأن الموقف لسه الوقت، وأنا في الفرقة الرابعة الابتدائية، مدرس بيسأل ربنا عز وجل آته بسطا في الجسم وحنجرة توصل لما الهرم خوفه، حاجة مرعبة. اللي مع الشنطة ينتبه، واللي بهرش ينزل إيده. يا عم ارحمنا الله يرحمك، وواقفين في الطابور نقول يا رب الراجل ده ما يجي علينا. وادعي يا عم يوسف من هنا، اتاب الذنوب متلتلة، ربنا ما استجابش دعائي. داخل الفصل لقيته في وشي، قلت لا اله الا الله، يلا يسنى ربنا يعدها على خير. 366 يوم. فلقيت المدرس بعد حصه واثنين وثلاثه، كان عندنا حصه الدين، يا عم حاضر تعبتني خلاص. المهم انا بقول للاولاد مين يقرا القران؟ قالوا له عبد الرحمن صوته حلو بيقرا. قال انت حافظ؟ حافظ ايه؟ قلت له اه انا حافظ. فقام بيقول لي انت يعني حافظ من القران سوره البقره؟ كنت عايز اقول له سوره الجاموسه ولا البقره، بقره ايه يا راجل انت؟ قلت له البقره. نعم. قال اقرا اي حاجه فقرات. المهم بعد اسبوعين ثلاثه قالوا في مسابقه للقران في المدرسه، فطبعا قالوا مين ده اللي هيخش المسابقه؟ اللي هو انا. بدل ما يقول لي ربنا يعينك وراجع كويس وبتاع، يقول لي والله لو ما طلعت الاول على المدرسه لمعلقك على باب المدرسه. الله يخرب بيت الحكومه والحزب الوطني، لا ده المصيبه اللي احنا فيها. كل تفكيري وانا طفل صغير الراجل ده اديله بنيه خلص على ازاي. كل تفكيري وانا طفل صغير ازاي اهرب من الموقف ده. دخلت المسابقه والريس واقف ورايا، اقسم بالله انا ما قرات الفاتحه. كل تفكيري وانا طفل صغير ازاي اخرج من مساله العقوبه اللي الراجل ده هيعملها عليا. والاخر كان صاحب المدرسه الله يرحمه الحاج محمد، لسه فاكره، ميت والله من ثلاث اسابيع بس، الله يرحمه رحمه واسعه. كان اب لينا والله، كان صديق ابي. قلت له يا حاج محمد بالله عليك حاول تهربني والا هتبقى مصيبه النهارده. وبالفعل اخذني الى بيتي وقمت قايل لابي انا مش رايح المدرسه تاني. اجي امسك المصحف وأنا طفل صغير كاره إن أنا أقرأ القرآن؟ كان بسبب مين؟ ابن 60 في 70 في 30، الله يغفر له إذا كان ميت ويرحمه إذا كان حي. اللي عاوز أقوله إن إحنا ما بنصلش إلى درجة العقوبة مع الأولاد إلا حين نستنفذ جميع الوسائل. هنفصل بقى في مسألة الضرب إزاي نضرب وما هي الضوابط، هذا في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.